الوسائل التي نص عليها قانون المرافعات لعرض النزاع المدني على المحكمة المختصة. هناك وسيلتين، الوسيلة الأولى وسيلة الدعوة، والوسيلة الثانية هي نظام الأوامر، سواء الأوامر على عرائض أو أوامر الأداء. مرة تانية يا أساتذة، الوسائل التي نص عليها قانون المرافعات لعرض النزاع المدني على المحكمة المختصة تنقسم إلى وسيلتين. الوسيلة الأولى تسمى وسيلة الدعوة، والوسيلة الثانية تسمى نظام الأوامر، سواء الأوامر على عرائض أو أوامر الأداء.